إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هكذا أخبر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو وأمته، هو والمؤمنين من أمته، أن يقولوا: قل هل ننبئكم، هل ننبئكم، هل نخبركم بالأخسرين أعمالا، أي الذين خسروا أعمالهم، أنفقوا أوقاتهم وبذلوا جهودهم وقاموا بأعمال عظيمة جليلة، لكنهم لم يربحوا شيئا ولم تثمر أعمالهم خيرا، إنما أنتجت لهم شرورا وخزيا وعذابا أليما. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كالتاجر الذي اشترى سلعة يرجو منها ربحا فكانت عاقبتها خسارة، فخسرها وضاع منه منها أمواله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم، هلكت أعمالهم وذهبت جهودهم وضاع سعيهم في هذه الحياة، قدموا أعمالاً في ظاهرها حسنة لكنهم لم يجنوا من خلالها إلا خسراناً مبيناً، كانوا أخسرين أعمالاً، ضل سعيهم في الحياة الدنيا لكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، يحسبون أنهم يفعلون خيراً وأنهم يقدمون لأنفسهم ما يجنون ثمراته في الآخرة،
هذه هي النهاية السيئة لهؤلاء. لكن ما أسباب هذا الخسران المبين الذي ما وراءه خسران؟ أسباب هذا هذه الخسران أسباب هذا الخسران إما أن يكون باختيار دين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذين اختاروا لأنفسهم دينا يتقربون به إلى الله في زعمهم، ويتعبدون بطقوساته يظنون أن ذلك يقربهم إلى خالقهم وبارئهم، هؤلاء خسروا أنفسهم وخسروا أعمالهم. فمن الناس من اتخذ الملائكة أندادا من دون الله، يعبدونهم من دون الله، يتقربون إليهم بأنواع العبادات بزعمهم أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى، كما فعلت قبائل من قريش، كانوا يعبدون أصناما يقولون هذه الأصنام إنما ترمز إلى الملائكة والملائكة بنات الله، فهم يعبدون الملائكة بزعمهم وأن ذلك يقربهم إلى الله. فهؤلاء خسروا حياتهم، خسروا دنياهم، وخسروا آخرتهم، وهم الأخسرون أعمالا. ومن الناس من عبد الكواكب والنجوم وزعموا أن ذلك أن عبادتهم تقربهم إلى الله عز وجل، وأنهم ينالون منها مصالحهم في هذه الحياة، وأنها تشفع لهم عند الله يوم القيامة، فهؤلاء هم الأخسرون أعمالا. ومن الناس من عبد الجن وزعم أن الجن عبادتها تنفعهم في هذه الحياة، فجعلوها شركاء لله، وهم يحسبون أنهم مهتدون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومن الناس من عبد الأنبياء أو بعض الأنبياء والصالحين بزعم أن عبادتهم تقربهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء من الأخسرين أعمالا. فمن اتغى دينا غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمهما قدم من عمل يبدو للناس أنه حسن ويرى هو أيضا أنه حسن، إن لم يكن مبنيا على الإيمان بالله وبأصول الإيمان وبالتمسك بهذا الدين، فإن ذلك لن يكون مقبولا عند الله عز وجل. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل الإنسان مهما كان هذا العمل حسناً ويثيبه على ذلك في الآخرة إلا إذا كان عمله مبنياً على الإيمان الصحيح، إن لم يكن كذلك فإنه لا ينفعه يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مسروق بن العجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان رجل يطعم المساكين في الجاهلية، ويقري الضيف، ويسل الأرحام، ويحسن الجوار، أكان ذلك نافعه؟ أكان ذلك ينفعه يوم القيامة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما من الأيام، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه مات وهو لا يؤمن بالله ربا واحدا إلها يستحق العبادة من دون غيره، ولم يكن يؤمن بيوم القيامة يوم الحساب، يوم يجزي الله سبحانه وتعالى العباد إن كان محسنا فبالإحسان، إن كان محسنا فبالجنة، وإن كان مسيئا فبالنار. لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكافر مهما عمل ومهما بذل فإنه يعمل عملا لا ينفعه يوم القيامة، وهؤلاء هم من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك من أسباب الخسران المبين، ومن الذين هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة، الذين يتقربون إلى الله بقربات وبعبادات جليلة، لكن ذلك مع سوء المعتقد، سوء الاعتقاد، فساد المعتقد، لم يكن اعتقادهم اعتقادا ناشئاً أما جاء به الكتاب والسنة، بل انحرفوا عن جادة الطريق، عن السواء السبيل. فهؤلاء مهما قدموا من الأعمال الصالحة فإن ذلك لم يكن ينجيهم من سخط الله وعذابه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوارج، وأخبر أنهم سيكونون شديد العبادة، تكون عبادتهم عبادات يتعجب منها المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم القسمة: فكان أحد الأعراب الجفاة، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين وأعطى أناسا ومنأ أناسا، أعطى من عن يمينه ومن عن شماله ومنأ من عن ورائه، فقام رجل فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإنه سيخرج من ذئدئ هذا ناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامكم،
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، وهكذا وصفهم بشدة عبادتهم حتى يحتقر المسلم المؤمن عبادته بجنب عبادة الخارجي، يحتقر صلاته مع صلاته، ويحتقر صومه مع صومه، ويحتقر زهده، ويشتدون في قراءة القرآن. وقد أخبر أحدهم أنه كان مع علي رضي الله عنه لما مروا بمعسكر الخوارج، فسمعوا منهم دويا كدوي النحل، أي من كثرة قراءتهم للقرآن صار معسكرهم صار فيه دوي كدوي النحل. وقد أخبر عروة بن حدير، وقد قتل ابن أبي زياد عروة بن حدير أحد الخوارج، فسأل مولاه عن هذا الخارجي عروة، فقال سف لي هذا الخارجي، فقال له أتريد أن أطنب أو أن أختصر؟ فقال بل اختصر. فقال ما قدمت له طعاما في نهار وما فرشت له فراشا في الليل قط، يعني كان كثير الصيام كان كثير الصلاة، ومع ذلك تنكب عن جادة صراط السوي وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتبع نهج الخوارج الذين يكفرون صحابة رسول الله صلوات الله رضي الله تعالى عنهم، ويكفرون الأمة جمعاء إلا من كان معهم. فهؤلاء مع شدة عبادتهم وشدة أو كثرة أعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إلى الله، لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. فلذلك أول علي رضي الله تعالى عنه هذه الآية فيهم بأنهم من الذين من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وللخطبة بقية إن شاء الله. يبو دا غوديا دا كراري سو تبتا غا الله سيرا دا امينشي سو تبتا غا النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا آلا ينسى دا سهبانسى دا ودن دا سكب تفركين سهزو وتاشن القيامة ينوا مسلمي الله سبحانه وتعالى اتشكل لتاف سمي جرما يناتشي وهل ننبئكم بالأخسرين أعماله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله كشي شم مباكو لابارن ودندسك في قوة أسارر أي كنسو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا سوني وند أي كنسو يلالا تيتن على يوسو تدونيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعة الهال سنة أمان شي وسنة كوتة أي ألا تي ودندسوني سك كافر شي وآيو ين أبنججنسو ده دوا ده شي ران قوب كياما الله ce ba za mu tsayar musu da mizani ba. Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan aya mai girma ya umarci annabinsa da sauran mu'mine cikin al'ummarsa da su shelanta da cewa shin mu ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asara, waɗanda suka fi kowa asarar ayyukansu.
za su yi ayyuka manya manya, za su yi ayyuka da a zahirin su masu kyau ne, za su kyautatawa wasu, za su kyautatawa mabukata, za su ciyar da su, za su amfanar da su, za su kusanci Allah da wasu ibadu, amma kuma ƙarshe za su yi asarar waɗannan ibadu. Suna tsammanin kyautatawa suke yi, suna tsammanin za su samu kyakkyawan sakamako na ayyukan da suke yi manya manya, amma ƙarshe za su yi asara. Kamar ɗan kasuwar da zai so kadara yana sa tsammanin zai ci maɗuɗuwar riba, daga ƙarshe ya tafka mummuna asara. To haka nan waɗannan za su kasance, za su yi asarar ayyukansu, da Ubangiji subhanahu wataala ya ce ko auna ayyukan ma ba za a yi ba. Fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, ba za mu sanya musu mizanin awan aikinsu ba, saboda gaba ɗaya ma aikin ya bi iska, ya tafi babu shi. Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa aiki ba zai samu karɓuwa ba a wajensa sai idan ya bi tafarki irin yadda ya tsara ya aiko annabawansa. Akwai abubuwa da dama da suke jawowa ayyuka su zama na banza, koda kuwa a zahirin su masu kyau ne, koda kuwa a ido za a ganin su masu kyau, to amma kuma ƙarshe a ranar gobe kiyama masu su ba za su amfane su da komai ba, illa ma Ubangiji subhanahu wataala ya juyar da waɗannan ayyukan su zama miyagun ayyuka da za a kama su da laifukan. Daga cikin irin abubuwan da suke jawo asarar ayyuka akwai ɗaukan wani addini a rungume shi ba addinin musulunci ba. Addinin musulunci shi kadai ne addinin da Allah ya ce zai karba. Allah ya ce man yabtaghi ghayra al-islam dina, wanda duk ya nemi wani addinin ba musulunci ba, Allah ya ce falan yuqbala min, ba za a karbe shi daga wajensa ba. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kuma a lahira yana cikin asararru. Saboda haka dukkan wani wanda zai zo da wani addini, to Allah ba zai karɓi wannan addinin ba. Dukkan wani ayyuka da zai yi ko da a zahirinsu masu kyau ne a ƙarƙashin wannan addinin, to ba zai samu, ba zai ci moriyarsu ba a ranar gobe kiyama. Allah ya ce mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, misalin waɗanda suka kafirce wa Ubangijinsu, Allah ya ce ayyukansu kamar toka ce da iska mai tsanani mai ta guguwa za ta saso a kan wannan toka. Ya kake tsammanin wannan toka za ta wanzu, wannan toka za ta ɓalɓalce ta lalace ta bi iska? To haka Allah ya ce ayyukan waɗanda suka kafirce wa Ubangijinsu, Allah yana mai da aikinsu kamar toka, toka kuma a cikin wani yini mai tsananin guguwa. Fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay, ba za su samu ikon amfana da abin da suka aikata ba. Allah ce zalika huwa ad-dalalul ba'id, wannan fa shine bata mai nisa. Haka nan a wata ayar Ubangiji yake cewa walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a, waɗanda suka kafirta ayyukansu kamar kawalwalniya ce a wani wuri mai faƙo, yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, kawalwalniyar da mai jin kishi zai hango daga nesa, zafin rana ya duki wannan faƙo ya riƙa gani kamar ruwa ne a gabansa. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a, sai ya yi gaggawa ya zo gurin sai ya ga babu komai, a shefaƙo ne. To haka ayyukan waɗanda suke ba a bisa imanin da Allah suke yin su ba, suna yin su bisa ga aƙidar kafirci, Allah ce to aikinsu daga nesa za ka ga kamar wani aiki ne mai amfani, amma a gurin Allah kamar kawalwalniya ce ga mai jin ƙishi da zai yi gaggawa ya zo yana tunanin ruwan sha zai samu, sai ya samu babu komai. Fa wajada Allah inda fa waffahu hisaba, wallahu sari'ul hisab, sai ya zo ya samu Allah a nan kuma ya kama shi ya cika masa hisabinsa akan abin da ya aikata. In mai kyau ne ya ga kyakkyawan sakamako, idan mummuna ne ya ga mummunan sakamako. To saboda haka zaɓar wani addini ba musulunci ba, ba zai amfani mai shi ba, kuma duk irin ayyukan da zai yi ƙarƙashin wannan addinin komin kyansu a gurin Allah ba za su karɓu ba. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim daga Masruq ibn al-Ajda daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa ya Rasulullah, Abdullah ibn Jud'an ta ambaci wani mashahurin mai kuɗi mai arziki da aka yi a zamanin jahiliya, ya kasance yana
wato ciyar da mutane masu yawa koyaushe gidansa a cikin dahuwar abinci ake da taimakawa mabukata yana ciyar da mabukata yana ciyar da miskinai yana sada zumunci yana taimakawa baki yana kyautatawa makota haka Aisha radiyallahu ta'ala anha take tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin Abdullah bin Jud'an bayan ya riga ya koma ga Allah take cewa to yanzu wannan abubuwa da yayi ta yi na alheri za su amfane shi ranar gobe kiyama ga su dai ayyuka ne masu kyau taimakawa mabukata ciyar da miskinai da marayu da sada zumunci da taimakawa wato baki waɗannan duk kyawawan ayyuka ne su ce za su amfane shi annabi ya ce la ya Aisha ba za su amfane shi ba ya Aisha innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din babu ranar da ta taba cewa ya ubangiji na ka gafarta mun kurakure na ranar gobe ranar sakamako wato bai yi imani da ranar lahira ba bai taba daga hannu yayi addu'a Allah ya gafarta masa zanubansa ba ranar alkiyama dan bai yarda akwai ranar alkiyama ba saboda ka rashin imanin da bai yi ba waɗannan ayyukan nashi duk ba su karbu ba sakamakon da ya samu nanan duniya ne yayi suna ya samu yabo mutane sun yaba masa sun faɗi abubuwa masu daɗi a kansa to iya sakamakonsa kenan Allah ya hore masa dukiyar da ya ci a ciki ya sha a ciki ya ciyar da iyalansa da na kusa da shi wannan sakamakonsa kenan Allah ya yi masa a nan duniya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito cewa duk wanda yake mumini duk wanda yake kafiri idan ya aikata hasana kyakkyawan abu a nan duniya to Allah zai masa sakamako da ci da sha zai bashi ci da sha ya ci ya sha ya bashi ma duniyar fiye da yadda zai ba wani mumini to amma sakamakonsa ne a nan yake cinyewa a lahira baya da komai amma mumini ubangiji subhanahu wataala yana aje masa ladan wannan aikin nasa ya same shi a lahira koda kuwa zai ga sakamakonsa a nan ta yadda ubangiji zai kyautata rayuwarsa to kuma a har ila yau akwai sakamakon da ya fi wannan da yake jiran sa ranar gobe kiyama saboda haka abu na farko da yake lalata ayyuka ga su dai ayyuka ne a zahiri masu kyau shine mutum ya sabu wani addini ya rungume shi yana bautar Allah da shi ba na musulunci ba akwai waɗanda suka bauta wa mala'iku a tunaninsu a riya wasu cewa wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata don haka suna bauta musu don su kusantar da su zuwa ga Allah haka aka samu wasu ƙabilu daga cikin larabawa su ma suka rika bautar gumaka da cewa waɗannan gumakan suna nuni ne zuwa ga mala'iku ƴaƴan Allah mata kuma su za su kusantar da su zuwa ga Allah su cece su ranar gobe kiyama waɗannan sun yi aikin banza kuma sun yi asarar ayyukansu akwai waɗanda suka bauta ma wasu annabawa kamar waɗanda suka bauta wa annabi Isa ko waɗanda suka bauta wa annabi Uzairu ko waɗanda suka bauta ma wasu annabawan ba Allah ba suna tsammanin sun yi abu mai kyau to su ma waɗannan sun yi aikin banza sun yi asarar ayyukansu akwai waɗanda suka bauta wa taurari wasu suka bauta wa rana wasu suka bauta ma wata a tunaninsu cewa waɗannan su ne ababen bautar da za su cece su ranar gobe kiyama waɗannan sun yi aikin banza akwai waɗanda suka bauta wa shaidanu suka bauta wa aljanu suka rike su ababen dogaro ba Allah ba suka rike su ababen jibinta ba Allah ba Allah ce fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wasu jama'ar Allah ya shirye su wata kungiyar kuma bata ya tabbata akan su innahu muttakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah yace lalle su sun rike shaydanu majibinta ba Allah ba wa yahsabuna annahum muhtadun amma a tsammanin su cewa bisa shari'a suke to wannan tsammanin da suke da shi ba zai taimake su ba koda suna tsammanin kan shari'a suke bata ta riga ya riga ya tabbata akan su to haka nan daga cikin abin da yake jawowa ayyuka su lalace komin kansu a gina aikin akan mummunar aqida akan aqida da ta kauce wa aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da ita da sahabbansa to kowanne irin aiki mutum yake yi a irin haka yana tsammanin kyautatawa yake yi to a gurin Allah ba kyautatawa yake yi ba daga cikin waɗanda irin wannan sifa ta tabbata akan su akwai khawarij waɗanda suka yi wa sayyidina Ali
da sayyidina Muawiya da sauran sahabbai tawaye suka kafirta su suka kafirta daukakin musulmi gaba daya suka takaita musulunci a kawun a kawunan su kadai wanda duk baya tare da su to a gurin su kafiri ne kuma ya cancanci kisa saboda haka suka rika zubar da jinin bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da yawan ibada da yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alqur'ani amma wannan ba cece su ba annabi ya sifanta su da cewa suna fita daga musulunci kamar yanda kibiyar da aka harbawa dabbar da aka harbe ta take shiga jikinta ta fita to haka su ma suke shiga cikin suke shiga musulunci kuma su bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su tun lokacin da wani irin su ya fara bayyana a zamanin sa bayan an yi yakin Hunayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar Hunayn abinda aka samu a yakin Hunayn ya ba wasu a daman sa ya ba wasu a hagun sa da wasu a baya sai bai ba su ba a ciki sai wani ba kauye mai tsaurin ido sai ya tashi yake cewa wannan rabon ba a yi shi dan Allah ba ya dubi annabi ya gaya masa wannan magana sayyidina Umar ya miƙe tsaye ya ce ya rasulullahi ba ni izini in sare masa kai annabi ya ce ka rabu da shi ta karkashin sa za a samu waɗanda za su fito ta tsatsan sa waɗanda za ku rena sallar ku idan kuka ga ta su za ku rena yawan azumin ku idan kuka ga nasu suna karanta alqur'ani amma baya wushe makocin su suna fita daga musulunci kamar yanda kibiya take fita cikin abin harbin abinda aka harba annabi ya ce yaqtuluna ahlal islam suna kashe musulmi kuma suna barin masu bautar gumaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su yayi umarni ya umarci sahabbansa da cewa duk sanda suka yi arba da su su yake su waɗannan jama'a sun bayyana a zamanin sayyidina Ali suka kafirta sayyidina Ali suka kafirta sayyidina Muawiya suka kafirta dukkan sahabbai da sauran musulmi da suke tare da su suka ware suka ja daga a bayan gari suka ringa kawo hare-hare da karkashe musulmi ba ji ba gani duk wanda bai yarda da su ba to a wajen su kafiri ne jinin sa ya halatta haka rika suka rika kashe musulmi ba ji ba gani wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min al-islam yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan suna yakar musulmi suna barin masu bautar gumaka sauraka fushin su akan ƴan uwan su musulmi yake karewa to waɗannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da yawan ibada da yawan sallah da yawan azumi amma kuma wannan bai cece su ba saboda suna yin sa ne akan mummunar aqida akan mummunar aqida wannan bai cece su ba annabi yace yamruquna min al-islam har ma yake cewa la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad da zai riske su sai na yi musu kisan da aka yi wa adawa kaga idan da a ce abin kirki suke yi annabi ba zai ce zai kashe su ba waɗannan sun gina ibadar su akan abin da yake aqida mara kyau shi yasa lokacin da Ibn Ziyad ya kashe wani daga cikin su ana ce da shi Urwa ibn Hudayr ɗaya daga cikin khawarijawa da ya shahara wajen kashe musulmi sai bawansa sai yake cewa bawansa ka bani labarin ya yake yace in tsawaita maka labarin ko in gajarta yace gajarta mun yace to tunda muke da shi ban taba kawo masa abinci da rana ba ban taba yi masa shimfiɗa da daddare ba wato a kullun azumi yake a duk kuma dare tsayuwar dare yake amma kuma gashi ya kare rayuwarsa akan kisan bayin Allah ba ji ba gani da kafirta su sauraka aqida kyakkyawa akan ta ake gina kyawawan ayyuka amma idan aqida ta saki hanya ta saki layi to da yadda mutun ya zanto mai kyakkyawan aiki in dai ba akan kyakkyawar aqida yake yin sa ba to wannan yana karkashin alladhina الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبب بين